لو لسه ما تعرفش، في خبر غريب جدا معانا النهارده وهيأثر على كل واحد عايز يشتري موبايل جديد في الفتره الجايه، لان بسبب غلو الاسعار بتاعت التليفونات في عندنا هنا في مصر وفي دول كتير، كان في ناس بتتجه لحاجه تانية خالص، سواء كان عشان سعر التليفون نفسه او عشان يحصل على مميزات. وطبعا التليفون بيكون نازل بخواص احدث، واحيانا النسخ ما كانتش بتنزل غير في الصين فقط، فكان الناس بتشتري النسخ الصينيه من التليفونات دي. كانت اكتر شركه من الشركات اللي اخذ النصيب الاكبر في النسخ الصينيه اللي كانت منتشره عندنا في السوق ولحد دلوقتي هي شركه شاومي، اللي بتنزل نسخ كتيره جدا في الصين، احيانا ما بتكونش نازله في نسخ الجلوبال والعالميه، وبتنزل كمان في الصين قبل ما بتنزل للعالم كله بفتره كبيره، بل كمان تحديثاتها بتجي لها اسرع، وحاجات كتيره كانت بتحصل في النسخ الصينيه دي. وكانت التليفونات دي ما بيجيش يا اما فيها دعم عربي بالكامل، وكمان ما فيهاش خدمات جوجل، فبالتالي انت مش هتقدر تثبت عليها اي تطبيقات من خدمات جوجل، اللي بتحتاج التطبيق بتاع خدمات جوجل، جوجل بلاي سيرفيس، واللي منه طبعا بتشغل يوتيوب وتثبت الحساب بتاعك بتاع جوجل وحاجات كتيره. فالنسخ الصينيه ما فيهاش الحاجات دي، فبيبقى متجر شاومي فقط اللي متاح في تطبيقات الصين فقط. كنا بنعمل ايه؟ كنا بنغير الروم والنسخة اللي موجودة على التليفون لنسخة عالمية معدلة او رسمية، بس طبعا بعد ما بتفتح البوت لودر. هتقول يا مدحت يعني انت جاي تكلمنا بالغاز، ايه البوت لودر اللي انت جاي تكلمنا فيه دوت؟ يعني لما اشتري التليفون ايه اللي هيتقفل فيه؟ هقول لك، البوت لودر ده هو جزء اساسي من نظام التشغيل بتاع الجهاز نفسه عشان يفتح اصلا للجهاز. الاول اصلا ما بتفتح بتلاقي التليفون بيبقى فيه علامة كده تحت، لوك، زي قفل كده، سواء كان مقفول او مفتوح. لو المفتوح بيبقى البوت لودر بتاع الجهاز ده مفتوح، لو مقفول بيبقى البوت لودر بتاع الجهاز ده مقفول. طب هيفيدني بايه الكلام دوت؟ لما كنت بتفتح البوت لودر وبتعدل على البوت لودر ده، بتخليه مفتوح وبتطلب من شاومي ان هي تفتح البوت لودر بتاع الجهاز ده، وعملنا شروحات كتير عن الموضوع ده، ازاي تفتح بوت لودر هواتف شاومي والكلام ده، بتقدر ساعتها تعدل في النظام وتثبت نظام تشغيل مختلف تماما عن اللي كان موجود في التليفون، سواء كان نسخ معدله من الروم او ان هو بتثبت عليه نسخ، مثلا يعني اقول لك مثلا النسخه الجلوبال، نسخه جوجل بيكسل، نسخة مش عارف، يعني كنا بنقدر نعدل على نظام، او حتى كنت بتعمل روت للجهاز عشان تقدر تعمل تعديلات على البرامج اللي موجوده في الجهاز، او تعدل في النظام نفسه بتاع الجهاز ساعتها. فالبوت لودر هو جزء اساسي من اي نظام في اي تليفون، اللي بعد ما بتفتحه تقدر تاخد صلاحيات كتيره جدا في الجهاز تقدر تعملها عشان تقدر تعدل على النظام ده. جت شاومي دلوقتي وقالت لنا ان هو وداعا لفتح البوت لودر في الاجهزه اللي جايه من الصين، يعني اي جهاز داخل الصين ومخصص للنسخة الصينية أو معمول نسخة الصينية فقط من هواتف شاومي، هتيجي تشتريه هيفضل على النسخة الصينية مدى الحياة، مش هتقدر تفتح البوت لودر بتاعه، لأن شاومي هترفض أي طلبات فتح بوت لودر للجهاز ده، وده طبعًا هيأثر على كل الناس اللي بتشتري النسخ الصينية دي، وبعد كده بيبيعوها على أساس إن هي نسخة عالمية معدلة من النسخة الصينية ومش عارف إيه، بس بتبقى معدل فيها الروم بتاعها، بحيث إن هي تبقى فيها خدمات جوجل ودعم للعربي بشكل كامل. فكانت النسخ دي منتشرة جدا وبتبقى بأرخاص أقل بكتير جدا من الأسعار بتاعت النسخ العالمية اللي بتنزل عندنا، أو أي حد طبعا بيروح الصين يجيب له كام جهاز يبيعهم هنا بأسعار أعلى شوية، بس بتبقى أقل طبعا من النسخة اللي بتبقى موجودة هنا عندنا في دولنا العربية. أو كمان الناس اللي كانت بتشتري تليفونات تكون نزلت في الصين وما تكونش نزلت ليها زيها في الدول العربية، كان بيبقى الجهاز ده نازل فقط في الصين، فطبعا كل ده هيختفي تماما، لان مين هيشتري تليفون ما عليهوش خدمات جوجل وما عليهوش دعم عربي بالكامل، وبعض التطبيقات واكترها كمان بيبقى بالنسخه الصينيه مكتوبه بالصيني، فده طبعا هيخليك كاره التليفون اصلا ان انت تستخدمه، عكس طبعا تليفونات هواوي اللي بتبقى نازله دعم للعربي وبيبقى فيها متجر اصلا داعم للتطبيقات بتاعت الفيسبوك واليوتيوب والجوجل تقدر تنزلها عليها. لكن شاومي النسخه الصينيه بتاعته او الفيرجن الصيني من الروم، لو ما ثبتتش عليه تعديلات مش هتقدر تستفيد باي تطبيق من التطبيقات خدمات جوجل، لان هي اصلا وقفت ان انت تثبت خدمات جوجل على الموبايلات دي، وده طبعا هيقلل الاقبال الكبير عالميا، مش في دولنا العربيه فقط، عالميا كان في ناس كتير بتشتري النسخه الصينيه وبتعدل عليها عشان تقدر تستخدم التليفون ده في دولها عادي. طبعا ده هيقفل الباب على الموضوع ده، وهيخلي ناس كتير من اللي بتحب تعمل تعديلات على تليفوناتها تشتري تليفونات تانيه، زي مثلا ريلمي او اوبو، ان هم يروحوا لتليفونات تانيه يبقى فيها مرونه اكتر في التعديل على الروم، او ان هو يشتري النسخه الصينيه من اي تليفون بشكل ارخص شويه ويعدل عليه هو بنسخه عالميه معدله بعد ما شاومي قفلت موضوع البوت لودر. وبمناسبه شاومي، لو انت عايز تعرف ازاي اصلا تفتح البوت لودر بتاع الجهاز، شرحنا ده في حلقه قبل كده، هتلاقيها موجوده هنا.